ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. ايون زمان سمعت واحد بيحكي مقلوبه بتنجان، فانا اول شغله خطرت لانه هو في حاجه اسمها مقلوبه بتنجان؟ ما هي المقلوبه مقلوبه، لانه انا بالنسبه لي عندها المقلوبه هي بتنجان وزهره. بعدين اكتشفت انه في مقلوبه بتنجان، في مقلوبه زهره. فاول ما سمعت مقلوبه بتنجان فكرت بس بالبتنجان. اليوم بدي احقق النظريه تبعتي، بدنا نعمل مقلوبه بس بالبتنجان. اعتبروها خيار خضرجي نباتي، واعتبروها انه رخيصه لانه ما بتكلفش كتير لانه فيش فيها لحمه، بس طعمها مش مقلوبه عاديه، بدنا نعدل فيها شويه عشان تتلائم وتتوائم مع البتنجان. قشرت هدول من النص ومن النص، بأفرده زي هيك وبنزل عليه برشة ملح ولو كتيرة شوية، لكن هتطلع مع المي وراح تروح بعدين. هقيت بسيبه 10 دقايق لغاية ما تطلع المي منه، بنشفه بغمسه في طحين وفي مقلاية، بحط شوية زيت وبدها تكون النار حامية والزيت حامي كتير عشان ما ياخد وقت كتير وعشان ما يشرب زيت. يعني إذا في لون مثالي بده يكون هذا من الناحيتين. هلقيت بدي بصلة كبيرة وحبة فليفلة حمراء وحبتين بندورة وراس تومة وفلفل حار اختياري، وبالنسبة لي مش اختياري بالمرة إجباري. هذا بقطعهم كلهم ناعم وبجهزهم. وهلقيت جيبوا طنجرة مش كبيرة كتير والحقوني. أنا عارف الكل حيقول لي طب ما صرت عاملها حط فيها لحمة. بدناش نحط فيها لحمة. بولع النار العالية، بنزل فيها بزيت زيتون بكر أخضر غامق، وإذا عندي زبدة بنزل مكعب صغير. الزيت مع الزبدة من الأشياء الزاكية جدا في الحياة. بنزل عليها بالبصل، رشة ملح وبسيبه يتقلب 3-4 دقائق. بعد 4 دقائق بنزل الفليفلة الحمراء والحارة، الباردة والحارة، وبقلبها 4 دقائق. هقيت الفليفلة الحمراء بتعطيني حلاوة، ممكن بدالها تحطوا جزر. وبالمرة بنزل التوم. يا سلام على الريحة، يا سلام. ممكن أغطيها عشان ما تنشف كثير، وممكن نصب فنجان قهوة سعودية. يا سلام. هلقيت إذا بحب بضيف إبهارات صحيحة، عود قرفة، 3-4 ورقات غار، كبشة قرنفل، شوية هيل حب، وحبتين لومي. خليهم يتقلبوا هلقيت عشان تطلع ريحتهم. يا سلام. بنزل آخر إشي وهو البندورة المقطعة. بدنا صلصة بندورة. يا سلام يا سلام، بتحسها كبسة. وإذا عندي خلطة بهارات مقلوبة جاهزة بحط لي ملعقة كبيرة أو ملعقتين صغار بزبطوا للطعم. يا سلام. بقلبها 3 دقايق بعدين بطفي النار. نقول بسم الله. يا إلهي. وهلقيت بكل بساطة بنزيح البتنجان. بدي أنزل الخلطة في صحن على جنب. شوف ما أحلاها. يا سلام. إذا بدي أنزل شوية زيت صغيرة، بعدين بجيب البتنجان وبصفه هنا اللون الغامق لتحت هيك 100%. وهلقيت بدي كميتين متقاربتين من رز البسمة المغسول والحمص اللي بالعلبة مغسول برضو. بنزل شوية رز شوية حمص. ليش الحمص؟ لأنه يعني صح فيش فيها لحمة بس بدنا مصدر بروتين. وشوية خلطة بتنجان شوية رز وشوية حمص، وبننزل خلطة وبننزل بتنجان وبننزل حمص وبننزل خلطة والحمص، وإضافة من عندي توم بقشره. هلقيت بدي مية مغلية، بدي ضعف حجم الرز، مية أو مرقة خضار أو دجاج اللي بدكو إياه. وبنزل عليها شوية شوية، بخلي النار أوطى إشي وبحطها، بكمل المرقة، بهزها شوية، بغطيها وبحسب لها ثلث ساعة تقريبا، أو خليها 3-24 دقيقة، أو لغاية ما تتبخر المية تماما. أو أفضل خيار في الدنيا بنحطها في البقجة. حبايبنا لازم نشوف لنا فنجان قهوة نشربه. هلقيت ال20 دقيقة خلصوا، وأعتقد لسه بدها كمان شوية، بخليها كمان 5 دقايق، لأنه المفروض عليت النار لغاية ما بدأت تغلي بعدين حسب ال20 دقيقة، فأنتوا اعملوا هيك. بقول لها تعالي، بس بالأول بدي شوية سمن نباتي حيواني كله بيمشي الحال، وبنغطي عليها يعني ثلث ساعة نص ساعة 8 ساعات بتضل سخنة عادي. بعدين بنجيب شوية لبن على شوية فلفل طرشي، صب لنا فنجان قهوة. خلص الوقت وبنرجع لموضوعنا وبنقول بسم الله. بدنا ناكل، ما تغديناش اليوم. وهلقيت بنقولها تعالي. المقلوبة مش مقلوبة إذا ما انقلبت بهاي الصينية بالذات. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. أيون. هاجي تشوفوا علي، أنا بدي إياها محروقة قبل ما أفتحها. أنا بدي إياها محروقة، هيك أنا بحبها. وبنقول بسم الله.
لزقت. انا مش زعلان، بالعكس هذا اللي بدي اياه انا. ها يعني قادر اعيد المشهد انا واعمل هيك على اساس انه انا قلبتها وطلع المنظر هيك، بس انا بحب الصراحه. الله الله الله، بنيجي هيك. باي، بدنا لبن، ما بننسى الفلفل كمان الطرشي، وبنقول بسم الله. باي، ناخذ باذنجان حبيبي، قويه مش ناقصها ولا اشي، مقلوبه متكامله، ما بيخطرش عبالي اللحمه، ما بسالش وين اللحمه، انا هيك مبسوط. يا بي عظيمه جدا جدا. حبيبنا اللزم، ضروري تعملوها ضروري. وهدول بروحوا لجارنا الاثيوبي اللي اسمه احمد.